يعني من المؤسف مرة أخرى لاحظنا بعض التطورات في التدخل وتعديلات نحن نعتبرها طائفية ونعتبرها عنصرية ضد استحقاقات إقليم كردستان، وهي ضد الشراكة وضد التوازن وضد الاتفاق السياسي المبرم عند دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى ائتلاف الدولة وإنقاذ العملية السياسية بحسب منصب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة. أيضا مع الاتفاق الحكومي بين السيد محمد شيع السوداني والسيد مسعود برزاني بتسليم ملف النفط كاملا إلى هذا إلى شركة سومو، حتى يعني الموازنة عرضت على ائتلاف الدولة وجميع القوى السياسية في ائتلاف الدولة وقعوا على هذا المضمون، وفي 17 من هذا الشهر تم تحويلها إلى اللجنة المالية لكي يقوموا بإعطائها غطاء قانوني وبعضها تحويلها إلى قوة البر، ولكن مع الأسف التعديلات التي جرت بالمادتين 13 وال 14 كانت تعديلات مجحفة جدا ضد شعب إقليم كردستان وضد حقوق إقليم كردستان، ولهذا نحن أصدرنا في حكومة إقليم كردستان وأيضا رئاسة الإقليم بيانات لاستنكار هذا الظلم وهذا الانتهاك ضد شعب إقليم كردستان.